أنيسة محمد عصام الدين حسونة، ابنة وزير العدل الأسبق عصام الدين حسونة وزير العدل في الستينيات، زوجة وأم فاضلة برلمانية سابقة، خاضت العمل الخيري والاجتماعي منذ سنوات طويلة جدا. أول مرة قابل فيها أنيسة قابلتها بالصدفة في اسكندرية، وكان موقف كوميدي وضاحك للغاية بالدرجة أن إحنا كل ما كنا نفتكر الموقف ده كنا نموت على نفسنا من الضحك، ونفتكر وإحنا قاعدين على الرصيف أنا وهي عمالين نضحك وعايزين توصيلة. عرفتها في اليوم ده، وفي ثواني أدركت أن أنا التقيت بروح قريبة من روحي. انشغالات الأيام والسنين خلتنا ما نتقابلش كتير، إنما طول الوقت جوه قلبي وجوه قلبها عارفين إن إحنا في شيء قوي جدا بيننا وبين بعض. كانت العلاقة بتقتصر على بعض المناسبات الاجتماعية أو اتصالات تليفونية. بعد كده أنيسة تقلدت منصب مهم في مؤسسة مجدي يعقوب، فبقى في تواصل أكتر، بس كان تواصل عملي، بمعنى أي حاجة لها علاقة بالمؤسسة، فاند ريزنج، تبرعات سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المهني، إنجازات للمؤسسة أو لسير مجدي يعقوب، كان دايما في اتصال مع أنيسة. عشان كده الناس دايما تقول هي دكتورة أنيسة، هي خريجة سياسة واقتصاد، إنما الناس تخيلت عشان عملها الطويل في مؤسسة مجدي يعقوب إن هي دكتورة أنيسة. وافتكر حلقة مهمة جدا عندنا كانت في استفتاء آخر السنة، وكان شخصية العام في ذاك العام الناس اختارت مجدي يعقوب. جه دكتور مجدي يعقوب وسط الناس في حالة زخم، هو طبعا في حالة تواضع جدا، إنما إحنا كلنا كنا في حالة كده زخم وإكبار لهذا الرجل. كانت أنيسة حسونة موجودة معاه، وشافتها مناسبة عظيمة جدا إنه لما يكون دكتور مجدي يعقوب بيتكرم وسط الناس إنها تفكر شغلتها الأصلية فاند ريزر، هي بتجمع تبرعات لمؤسسة مجدي يعقوب، تفكرهم بهذه المؤسسة العظيمة. أنا طبعا مقدر الشعور اللي مش معقول ده، وما كنتش متوقع. يعني أنا الدكتور مجدي، يعني كل ما بشوفه أو بسمعه بقعد أقول إيه حظي السعيد ده بجد، ان انا اشتغلت معاه، وان انا جزء من المشروع الملهم ده. يعني حقيقي احنا كلنا هتلاقي كل الناس اللي بتشتغلوا، انا بتكلم فوق ال 500 شخص بيشتغلوا في المؤسسه وفي المركز، كلهم يعني عندهم حاله الهام مستمره وهم شايفين دكتور مجدي بيعمل ايه. يعني احنا محظوظين جدا. بعد حلقه الاستفتاء دي بيومين اعتقد، بعد عرض الحلقه دي بيومين اعتقد، صدر قرار بتعيين أنيسة حسونة عضو معين في البرلمان المصري، ومن هنا ابتدى كتير من المصريين يشوفوها البرلمانيه المستنيره اللي فيها كتير من صفات نساء مصر. راحت ايام وجت ايام، وبعد كده ظهرت مفاجاه بدون سابق انذار. شغلتي بتحتم عليا ان انا اطلع على معظم الاصدارات الجديده سواء جوه او بره. كتاب جديد للبرلمانيه أنيسة حسونة اللي هي يعني في صداقه ما بتجمعني بها، قريت الكتاب، قريته عشان نشوف اذا كان في ماده او شيء يصح او حلو نقدمه للناس ولا لا. قريت الكتاب من الجلده للجلده، دموعي كانت وفيرة جدا وأنا بقرأ الكتاب، وما كنتش بقرأ كتاب عن واحدة صديقة أو عن محاربة للسرطان، كنت بقرأ كتاب فيه بعض الجمل اللي أثرتني، وأعتقد إن هي كان لها تأثير إيجابي في حياتي وفي حياة كتير من اللي قروه. جمل عابرة ملهاش علاقة برحلة كفاحها مع السرطان، الجمل لها علاقة بالاستمتاع بالحياة، بالإحساس بفضل ونعم ربنا،
الاستمتاع باللي بنحبهم. وعملنا حلقة ملايين من الناس اتفرجت عليها، ملايين من الناس كان عندها نفس الإحساس اللي جاي، الشيء الصادق جدا اللي في أنيسة وفي الكتاب اللي طلعته أنيسة. دي كانت أول رحلة لها مع مرض السرطان من 7 سنين تقريبا. هي خاضت الرحلة تقريبا 4 مرات. دي كانت المرة الأولى اللي عبرت فيها بقوة وحب وشجاعة. وأنا فاكرة يوم اللونش أو يوم إطلاق الكتاب كنت شايفة نظرات الناس والمحبة اللي الأنيسة اللي تقلها ادتها عمر فوق عمرها، اللي ادتها طاقة أكتر من الطاقة الفعلية أو البيولوجية اللي موجودة عندها. الحلقة دي كان فيها كلام كتير جدا، لحد دلوقتي لما بفتكره بقول قد إيه بعض الجمل من أنيسة فرقت معايا شخصيا زي ما فرقت مع ناس كتير. أنا بنصح كل الناس خصوص السيدات، طبعا أنا منحازة للسيدات، اللي نفسها في حاجة تعملها، اللي بتشتغل مثلا شغلانة ما بتحبهاش لكن بتحب تقرأ أو ترسم، فكري في نفسك مرة، لأن عادة الأمهات والسيدات على طول وراهم بيتهم وولادهم وجوزهم وهم بيبقوا أولوية أخيرة. اللي نفسه في حاجة وبليز الناس تاخد بالها من أمهاتها، إحنا بس ما بناخدش بالنا ساعات. يعني بتسمعي أم كلثوم مثلا أو فيروز أو حاجة من اللي أنتوا بتسمعوها وتحبوها وانت قاعدة كده، دي متعة، بس إحنا منديش نفسنا الوقت. أنا عايزة بس الناس يبقى عندها أمل، يعني إن شاء الله كل الناس تبقى حالتها أسهل من اللي أنا بتكلم عليه. وفي أمراض تانية، في سرطانات تانية دي الحمد لله نسب الشفاء فيها أعلى. بصي محدش عارف عمره إمتى، بس ركزوا في اللي بتحبوهم واللي بتحبوه. في حاجات والله كثيرة جدا صغيرة، شوية مية بحر على رجليكي كده وانت بتتمشي، قاعدة على النيل، أنا مثلا بحب الدورة المشوي جدا، في حاجات كثيرة كده. الناس سينما، فيلم حلو، ساعات الواحد ما بياخدش باله يا منى ويفضل يأجل بكرة لما أفضى لما أروح. ما تأجلوش إن انتوا تقولوا للي بتحبوهم قد إيه بتحبوهم، لأن ممكن تاني يوم لا هما لا انتم مش هيبقوا موجودين. فكلمة الحب دي الكتاب ده حط أنيسة حسونة في منطقة إنسانية رائعة بالنسبة لناس كتيرة جدا. والحقيقة أن هي كانت في الوقت ده سابت مؤسسة مجدي يعقوب وابتدت تنشغل في البرلمان وفي أنشطة أخرى. عبرت أنيسة حسونة رحلتها مع مرض السرطان، عبرتها بقوة وابتسامة وبشاشة. رجع لها تاني بعد فترة، وهنا دي الفترة اللي توطدت علاقتي بيها أكتر، كانت مقابلاتنا أكتر، مكالماتنا الإنسانية التليفونية أكتر بكتير، كنا يعني على تواصل أكتر بكتير. يعني في اللحظة دي تحولت من مجرد إحساس روحاني إلى صداقة حقيقية. كنت بطمن عليها تقريبا كل يوم وهي في المستشفى. خدت الرحلة بشجاعة وبحب ومع أولادها. الحقيقة اللي الناس ساعات ما بتاخدش بالها منها إنه في 6-7 سنين دول إذا حد يعتقد إنه المرض هزمها، آخر 6-7 سنين دول اللي هي كانت جالها 4 مرات، أنيسة حسونة ساهمت في إنشاء مستشفى الناس وعملت له قاعدة مهمة جدا لجمع التبرعات والتعريف بالمشروع الخيري العظيم اللي احنا كلنا عارفين دلوقتي إنه هو في مكانة مهمة جدا. أنيسة حسونة كملت الجزء البرلماني بتاعها بمنتهى الرقي والأناقة والاحترام. أنيسة حسونة بقت عضو في مؤسسات كتيرة جدا فكرية وثقافية وإنسانية. أنيسة حسونة تم تكريمها كتير جدا في محافل كتيرة، والأهم أنه أنيسة حققت جزء من أحلامها، إن هي قعدت مع بناتها واستمتعت بأحفادها في الفترة الأخيرة. يعني بقت تقريبا ساكنة مع بناتها ومستمتعة جدا بأحفادها. سافرت كتير، سافرت وانبسطت ولبست اللي هي عايزاه ومارست هوايات وأنشطة كتيرة جدا. آخر سفرية كانت في جنوب أفريقيا
كانت بتجرب نوع جديد من العلاج الغير دوائي، تجربة وهي بتحكيها عنيها كانت بتلمع بالشغف. صحيح انه تقول ايه، صحيح انها فشلت، بس يا منى اتفرجت على مناظر خلابة، ده انا شفت حاجات جديدة تخيلي، وتقعد تتكلم في التفاصيل بمنتهى الحماس. في نهاية السبع او الست سنين دول تم تكريمها قبل ايام من رحلها من قرينة رئيس الجمهورية في مشهد يليق بأنيسة. تكريم مستحق من قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار الزيزي أنيسة، عملت حاجات كتيرة جدا يمكن أكتر بكتير من اللي ممكن حد يتخيله أو هي شخصيا تتخيله في محاربتها للسرطان. يعني أنا شايفاها منتصرة انتصار كبير جدا. طبعا خبر رحلها كان قاسي، ولو أنها كانت مؤهلة له. إحنا آخر مرة تقابلنا قالت لي يا منى هي مسألة يعني شهور أو أسابيع، الكلام ده كان من شهر أو من شهرين. آخر مكالمة تليفون عشان أبارك لها على التكريم تليفونها كان مقفول، وعرفنا الخبر بعدها بيومين أو بساعات. يعني على كل الأحوال أنيسة حسونة قالت كلمة حكمة كل يوم بفتكرها في كتابها، قالت استمتعوا بالحاجات الصغيرة، فنجان القهوة وريحة البن وهي طالعة وانت بتشرب فنجان القهوة. أنا كل يوم وأنا بشرب فنجان القهوة الصباحي بتاعي بفتكرك يا أنيسة. بس الجديد اللي هيجد الفرق الوحيد إن أنا كل يوم وأنا بشرب فنجان القهوة وبفتكر نعم ربنا إن أنا هقرأ لك الفاتحة يا أنيسة، فاتحة من القلب وفي الجنة نعيمها.